والله أنا من وأنا عمري 20 سنة بزرع مزارع، وأنا لسه عمري 55 سنة. أنا مجاور للمزارع الإسرائيلي، بيني وبينه التلامي معاه، هو بحكي معي عربي وأنا بحكي معه بالعبري، يعني في بيننا لغة مشتركة، يعني هو بحكي بلغتي وأنا بحكي بلغته، كناس يهود وعرب ما فيش عندنا أي مشكلة. كحكومة إحنا هو مسموح له يعيش كيف ما بده، عنده مية وعنده كل الإمكانيات، مش مسموح لي أنا أني أعمل ولا أي تأهيل، حتى إعادة تأهيل للمضخة الموجودة بالبير مش موجودة، مش مسموح لي يعني. يوسف مساعيد مزارع من الجفت ليك منطقة طب العجاج وعضو مجلس محلي. طبعاً إحنا كان عندنا مساحة أرض مغطاة تقريباً يعني أنا كشخص حوالي 150 درهم، لسه يعني بزرعش منها 20 درهم من قلة المي. طبعاً موجود المياه الجوفية موجودة، المشكلة إصدار تراخيص، إصدار تراخيص لحفر الآبار. عندي 5 طلاب بالجامعة، طب مرات بنضطر إن نأجل على أساس إن نسد الحاجة، يعني دفع الأقساط والأشياء والمواصلات بتضطر إنها تروح للجامعة للطاقة. الناس اللي مزارعين بدهم يتركوا هالمجال، يعني عدم وجود المي وعدم وجود سبل العيش الكريم حالة دون ذلك. يعني الهدف معروف انه تضيق على الناس على اساس انه ما يقدروش يجدوا سبل العيش، انه يعيشوا ويكملوا وحياتهم الموجودة على النمط اللي هم موجودين فيه. حالة ان الارض كانت خالية بده يجي مين يشغلها، بده يجي طبعا مين الموجود؟ جاري اللي هو الإسرائيلي